الحديدة جاهد بالسنن إن كنت صادقا، أعظم من الجهاد بالسيوف. رسالة لك أبا عبيدة، رسالة لك، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن يا أبا عبيدة، فإنه أعظم من الجهاد بالسيوف. يا أبا عبيدة، ابن القيم يقول: والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. يا أبا عبيدة، إن كنت جاهلا فتعلم، وإن كنت عالما وتخالف فارجع. يا أبا عبيدة، جاهد بالسنن. يا أبا عبيدة، ربي أمة غزة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ربها على التوحيد. علم أطفالها من ربك وما دينك وما نبيك، علم نساءها من ربك وما دينك وما نبيك، علمهن الحجاب الشرعي، علمهن كيف يعبدن الله، علمهن كيف يمتن على التوحيد وعلى السنة، علمهن ذلك كما علم الصحابة العالم كله. لقد كان فتحا للقلوب وليس للبلدان، لقد كان فتحا بالإسلام لا بغيره من الأوطان. وطنك الأكبر يا أبا عبيدة هو الإسلام، هو الإسلام. ليس هذا وقته الآن، يعني الآن حرب بين الإسلام والكفر، حتى لو كان المسلمون أو بعضهم على خطأ أو على بدعة، لكن الآن إسلام وكفر، ما في أي مجال للتراجع أو التردد أو الانهزام، بل يجب علينا أن نكون يداً واحدة مع إخواننا المسلمين. ولله الحمد والمنة، الأمر يحتاج إلى صبر فقط. يعني ما نقرأه ونسمعه من بعض الثقات، الخسائر التي تلحقهم شيء عظيم جداً، عن اليهود الصهاينة ومن معهم، وهذا لن يجعلهم يستمرون مدة طويلة، بينما الفلسطينيون ومن معهم حفظهم الله تبارك وتعالى يشترون الشهادة، يعني يقاتلون، يقول اقتلني، عجل بي إلى الجنة، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هؤلاء يرجون الجنة، يفرحون بموتهم، يربون أولادهم على هذا، فمثل هؤلاء حقيق أن ينصرهم الله تبارك وتعالى. ولما كنا ننكر عليهم سابقا، ننكر المناوشات هذه التي لا معنى لها والتي ترتب عليها قتل المسلمين وإيذاؤهم، لكن الآن لما قامت الحرب أعلن الجهاد بين المسلمين وبين الكفار، لا يجوز لنا أبدا أن نتردد في نصرتهم أبدا، بل علينا أن ننصرهم وأن نقف معهم بدعائنا، بأموالنا، بمناصرة قضيتهم ونشرها في كل مكان، وأن نتخذ الحذر من أولئك الكفار، وأن إعلامهم فاسد فاجر كافر، ولا ينقلون إلا ما لهم، وأي مراسل يخالفهم يعزلونه، ولا يظهرون انتصارات المسلمين هناك، بل نطمئن اطمئنانا جازما أن الله تعالى سينصرهم على عدوهم، وهذا الذي سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى. فنحرص على كفالتهم، كفالة أيتامهم، كفالة أسرهم، إيصال الأموال لهم فيستفيدون منها. أي طريقة يمكننا أن ننصرهم بها وجب علينا أن ننصرهم بها، ومن ذلك هذا القنوت الذي يقنت به أئمة المساجد في بيوت الله تبارك وتعالى نصرة للمسلمين هناك. هذا أمر مهم جدا، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الله لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتهاء. فعلينا أن ندعو لهم وأن ننصرهم، وأن لا نصدق الشائعات، وأن اليهود يملكون ويملكون، وأمريكا دخلت معهم وفرنسا دخلت معهم، لا يهمونكم. ثم هؤلاء لا يحملون عقيدة، خاصة الذين جاءوا من أوروبا ليعيشون في بلاد يهودية، فوجئوا، صدموا، هذه البلاد اليهودية سيعيش بها، بعضهم لا يقبل القتل بهذه الطريقة، وبعضهم يريد سلاما هدوءا راحة طمأنينة، لكن ما يريد هذا. لذلك كثير منهم الآن يهاجرون، يفرون من هذه البلاد، لا يريد أن يعيشوا هذه العيشة، لا يتحملون، غير الذين بنوا إسرائيل في البداية، كان لهم مقصد وكانت لهم يعني قضية دينية، أما الآن ليست القضية دينية بالنسبة لهم، أعني شعوبهم، وإنما هي وناسة لبلد، بلد يهودي وكذا وكذا وكذا، يرى البلد بهذه الصورة، الأسهم بانخفاض، الخوف من كل مكان، لا أمان، القتل يأتيه من حيث لا يدري، هجوم بربري على المسلمين، هو لا يقبل مثل هذا بعضهم. فلذلك كل الأمر يحتاج إلى يعني مدة،
لعل الله تبارك وتعالى أن يظهر فيها الحق، ولعل هذا أن يكون فيه النصر للمسلمين على هؤلاء اليهود، فالأمر لن يستمر طويلا، فعليكم بالدعاء لهم، لا تنسوا هذا الأمر. وأنا داع لله تبارك وتعالى، فمن شاء فليؤمن. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا وقوتك وضعفنا وغناك عنا وفقرنا إليك، نسألك مسألة المسكين، ونتضرع إليك تضرع الخائف الضرير، نسألك سؤال من رغم لك أنفه وذل لك سمعه وقلبه وبصره. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوهم نصرا مؤزرا يا قوي يا عزيز، اللهم احفظهم بحفظك يا حفيظ، اللهم سدد كلمتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم احفظهم في دمائهم واحفظهم في أموالهم واحفظهم في أعراضهم واحفظهم في أرضهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم وعدوك عدو الدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق صفهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم واجعل تدبيرهم تدميرا لهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم. اللهم ومن نصرهم، اللهم من رضي بفعلهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك أنت السميع العليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن ينصر